كان يجري حتى في اليوم أو في يوم الخميس الذي سعد فيه وسر فيه وقدم الأمانة إلى صاحبها كما قال وكما وفى كما عاهد ووفى، فعندما أعطاها لصاحبها، ونسأل الله لولي أمرنا التوفيق والسداد والرشاد له ولأمة الإسلام، فعندها ارتاح. فبعد يومين أو ثلاثة أو أربع أخذه الله وأراحه، لأن الموت ريحانة المؤمن. لقد وضعت الجزائر على السكة الصحيحة وعلى الخط الذي لن ينحاد بإذن الله، بفضل دماء الشهداء وبفضل الشهداء وعلى رأسهم القيد صالح. لقد وضعت جزائرنا إن شاء الله في أمن وأمان، ولم ترق قطرة دم لا من شبابنا ولا من شيوخنا. لابد علينا أن نفرح الآن. لماذا نفرح الآن؟ لأن القيد صالح وضع الجزائر في السكة الصحيحة. الجزائر راهي بلادنا، وهو مجاهد وما خانش الأمانة تاع الشهادة، وهو راجل ما يتعودش شغل جبل تاع دب وراب. القيد صالح راجل عنده تاريخ تاع رجال، ويبقى هو مش وميت في قلوبنا وحي.